الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بإذن الله هنبدأ النهاردة تسجيل الحلقة 21 من كتاب معجزات الذكر. ما تنسوش كمان فيه على القناة كتاب فاتتني صلاة، نزل منه 3 حلقات، أتمنى أن أنتم تسمعوه إن شاء الله تستفادوا منه. توكلنا على الله. أقوى من نفوذ البشر، هكذا قالت: أريد أن أقول لك، والله ولا مرة كنت أحتاج إلى أي شيء وصليت بنيتها ولزمت الصلاة على النبي إلا قسما بالله ربي يحققها لي. أنا لا أعرف كيف أحكي لك عن عظمة الصلاة على النبي وسرها العجيب، لكن أريد أن أحكي لأجل أن تعرف الناس قدر هذا الكنز العظيم الذي أعطاه الله لنا ولا نعرف قدره. إن الصلاة على النبي أقوى من كل نفوذ البشر، وإن الله جميل كريم رحيم مجيب. لزمت الصلاة على النبي أول مرة كنت ذاهبة إلى إدارة لي بها مصلحة حكومية، وما أدراك ما المصالح الحكومية وزحمتها ومشكلاتها. والله صليت على النبي، أتاني أمين الشرطة بنفسه ولم أطلب منه شيئا، سبحان الذي سخره لي، وقام وتولى إتمام مصلحة لي منذ 4 أشهر وهي معلقة. أما المرة الثانية، زوجي دون عمل مدة 6 أشهر، لزمت كما المرة السابقة الصلاة على النبي بنية أن ييسر الله لزوجي عملا. تقدم زوجي لشركة من أجل البحث حتى تفاجأ بالمدير وهو يقول له: اختر العمل الذي يناسبك وتريده وأنا أوقع لك العمل فيه. سبحان من أزال العقبات ويسر الصعاب وسخر العباد لنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا زوجي اختار العمل الذي يناسبه بأيسر طريقة، الحمد لله. من كثرة ما رأيت من التسهيلات مع الصلاة على النبي، لزمتها في جميع أحوالي، حتى عندما أكون خارج البيت ألزم الصلاة على النبي، وأنا ذاهبة لقضاء شيء ما أردد الصلاة على النبي. كل شيء يتيسر لي، حتى المواصلات أجدها بسهولة وتكون فارغة، تتيسر لي دون الناس الذين ينتظرون قبلي المواصلات. مواقف عديدة يسرت لي، وكم من ضائقة مادية مررت بها فكنت أصلي على النبي، والله إنها تحل، يأتيني بعدها الرزق والفرج. موقف آخر: اليوم فقط كنت تركت الصلاة على النبي، فمنذ فترة ألهتني الدنيا، لكن اليوم حزنت لأن علي دينا والآن وقت السداد. أرسلت إلى كل معارفي من أجل إقراضي المبلغ، كل منهم تحجج بظرف معين، ضاقت بي الدنيا، وتذكرت كم مرة فرجت عني ببركة الصلاة على النبي. أخذت أرددها بيقين: والله أقسم برب البيت أنه اتصل بي أحد مما كنت اتصلت بهم سابقا وتحجج بأنه لا يملك شيئا، وكنت فقدت الأمل، وإذا به يتصل ويوفر لي المبلغ ويقول لي: سددي بها دينك وأنا تركتها لك، لن أحتاج إليها مرة أخرى، والمبلغ ليس بالهين، والله مبلغ كبير، سبحان الله الذي إذا أعطى أدهش بعطائه. سجدت شكرا لله الكريم الذي لا يرد عباده، وقلت: يجب أن أكتب لك قصتي حتى تصل إلى كل محتاج. إرادة الله فوق كل شيء. الجمعة الماضية صليت على النبي 11,000 مرة تقريبا أو أكثر، وهذه قصتي. تزوجت مرة ولم يحدث إنجاب، فانفصل عني زوجي، ثم تزوجت من 3 أشهر إنسانا طيبا علم بحالي وكان راضيا به. كشفت لأطمئن على نفسي هل يمكنني الإنجاب يوما ما. قال الطبيب: إن من المستحيل حدوث حمل لأن الأعضاء المسؤولة عن الإنجاب غير نشطة. ومنذ يومين عرفت أني حامل. إرادة الله فوق كل شيء، والصلاة على النبي كنز وفضل كبير من الله لنا. وفي الطريق مرحلة أهم اختبار: تتقي الله وتذكر فتضيق أكثر فتتعجب: لماذا يا رب؟ ألم أكن لازمت ذكرك وحاولت أن أكون من المتقين؟
حين بدأت أسير وأتعمق في طريق الذكر انتظارا للفرج، كنت أظن أن الأمر فقط هو أن تقوم بعمل الذكر الفلاني وتصلي فرضك وتحاول أن تكون من المتقين التوابين. لكن مع الوقت أخذني البحث للتفكر في حالي وحال العباد من حولي ممن لازموا الذكر وكيف تعامل الله معهم. ظهرت في داخلي تلك التساؤلات التي طالما نغصت عليك سيرك في الطريق، وعزز ذلك تكرار السؤال من غيري لي: لماذا الواحد منا يتقي ويذكر فيجدها أحيانا تضيق أكثر؟ وبالبحث فيما قاله علماؤنا الأجلاء في تفسير القرآن والأحاديث، وجدت أن الأمر ليس فقط أن تقول بلسانك أنك تصبر وتحسن الظن وتستشعر ذلك في حالك دون اختبار حقيقي، لذلك تثبت فيه بإيمانك وردود فعلك وثباتك هذا. نعم، قلت مرارا أنا أحسن الظن بالله، ولكن ما الدليل على أرض الواقع؟ هل أنت تصبر بحق؟ هل تحافظ على صلاتك وتجاهد المعاصي؟ هل أنت راض عن أفعال الله ومتأكد أنه يدبر أمرك بحكمة بالغة فيها كل خير لك، وأنه تعالى عن كل إرادة للشر؟ يجب أن تمر باختبار لصدقك في ذلك. اسمع بقلبك، قال المصنف رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون استفهام إنكار، ومعناه أن الله لابد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، وذلك في أنفسهم وأموالهم وإيمانهم، ليختبر صدق إيمانهم به وحسن ظنهم. وقوله ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم، فهذه سنة كونية على كل البشر منذ بدأ الخلق، فالدنيا دار اختبار، منا من ينجح فيه ومنا من يرسب، وليعلم الله الذين صدقوا منا ويعلم الكاذبين. أنا أحسن الظن في الله باللسان تقولها، وأول ما يقابلك زيادة في الضيق تتذمر وتهلع، بل منا من يذهب إلى أكثر من ذلك فيعاند الله ويترك الطاعات ويبارزه بالمعاصي وكأنه ينتقم، غير مدرك أنه لا يضر الله بل يضر نفسه. وهذه أكبر مصيبة، لأنك بذلك تظلم نفسك أنت. ولكن ليسكن قلبك هذا المعنى ويقيم فيه إقامة أبدية لتواجه به كل ابتلاء في حياتك. إن كل مبتل يمر بابتلاء وكأنه أمام ورقة امتحان مكون من مجموعة من الأسئلة، يجب أن يجيبها بشكل مقبول لينجح في الاختبار. لكن هل تعرف إذا نجحت في ذلك الاختبار؟ فقد فزت ورب الكعبة ببشرى الصابرين الثابتين. يقول الله تعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعد من الله، ووعد الله صادق لكل من يصبر ويثبت رغم اشتداد الضيق بالبشرى. والبعض يظن أن بشرى الله له في الآخرة فقط، ولكن تعلم هذا المعنى: ما من عمل قلبي أو طاعة أو بعد عن معصية تقوم به في الدنيا إلا وكافأك الله به في الدنيا قبل الآخرة، لأنه الشكور الكريم. فكل العمل له جزاء دنيوي وجزاء أخروي، وكما أن المعصية لها جزاء في الدنيا والآخرة، فالله العادل يجعل للطاعة جزاء في الدنيا والآخرة، بل أيضا يرسل لك رسالة يمسح بها على قلبك أن اطمئن. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات منك أنت علي يا رب. نعم، أتعرف معنى أن يصلي الله عليك؟ تفكر معي كيف أن الله أمر العباد بالصلاة على الميت شفاعة به، فكيف إذا صلى العظيم صاحب واسع الرحمة والكرم عليك؟ هذا يعني أنه يغرقك في اللطف والود والرحمات التي تتنزل عليك. والله محظوظون هم هؤلاء الصابرون في الدنيا والآخرة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما لنا معنى ردده دائما على مسامع قلبك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. وهنا كلمة مع في الحديث تفيد اللزوم، ومع تعني أنه ليس بعد الصبر نصر بل معه مباشرة وفي وقت قريب لو أنك صدقت فيه، وأن الفرج مع الشدة لا محالة إن صبرت وآمنت بحكمة الله وحكمه وخيريته في كل أفعاله. والصبر الصادق الذي أتحدث عنه هنا نوعان: صبر على الطاعة وقت البلاء، وهذا هو أصدق أنواع الصبر، فكثيرون هم من يطيعون الله وقت الرخاء ثم يتكاسلون عن طاعته وقت الشدة ليأسهم من رحمته، وكأنهم يقايضون الله على الطاعة: إن لم تفعل كذا فلن أطيعك. والنوع الثاني من الصبر هو الصبر عن اليأس من رحمة الله والمعصية، فكثير منا عند شدة الابتلاء ييأس من كل شيء في حياته، ويتعامل بمبدأ أن حياته كأنها حائط تم هدم جزء منه، فيأخذ فأس اليأس ويهدم المتبقي من ذاك الحائط بلا مبالاة لأي شيء، وبحثا منه عن متعة وهمية بديلة لسعادة يفتقدها وسط كل هذا الهم الذي يعانيه، وإن كانت محرمة فلا بأس، يقول في نفسه: ماذا سيفعل الله بي أكثر مما فعل، وينسى تماما من هم أعظم منه ابتلاء وأعظم منه صبرا وثباتا. وهذا إن كان يظهر شيئا فإنه يظهر أنه بداخله سخط وعدم رضا عن أفعال الله، وصاحبنا هنا يكون فعل بنفسه الطامة الكبرى، لأن الله لا يعاند ولا يبارز بالمعاصي، ولأنه لو تفكر جيدا لوجد أنه لا يزيد البلاء إلا كوارث أخرى أعظم، فشؤم ذنوبه أولا تزيد ابتلاءاته أكثر، والمصاب الأعظم أنه يصاب في الدين، وهذه أكبر مصيبة قد يصابها إنسان في الدنيا لو أنه فقه، لأنه بذلك يكون انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة. لذا فمن اختبار الصدق أيضا أن يكون صبرك مرتبطا ارتباطا وثيقا بالرضا، وليس صبرا ساخط لعلك تتساءل وكيف يكون صابرا وهو غير راض. لا تتعجب، فكثير منا تحدثه نفسه وكأنه يقول: اصبر، ولكن لماذا كل هذا؟ لما تفعل بي ذاك يا رب؟ وهذا عدم رضا، والله يحصل ما في الصدور. وأبدع مثال سمعته لذلك قاله الشيخ الشعراوي رحمه الله، يقول فيما معناه: يقول أصحاب الابتلاءات الطويلة هم السبب فيها لأنهم لم يرضوا، وسأخبرك كيف. لنفرض أن أباك دخل عليك وجدك لا تذاكر وتجلس تلعب وتتسلى وكذا، فصرخ فيك: لماذا لا تذاكر؟ فقمت أنت بالرد عليه: ولماذا تصرخ فيه؟ أنا لم أفعل شيئا لهذه الدرجة ولن أذاكر. فماذا سيفعل أبوك؟ سيقوم بضربك لأنك أخطأت وتعاند وغير راض، مع أنه فعل ذلك لمصلحتك. إذن ولله المثل الأعلى، لو أن الله ابتلاك ليؤدبك أو يجعلك تعود إليه ويقربك لك له بابتلاءاتك وأنت سخطت، فماذا سيفعل؟ سيزيد ابتلاءاتك لأنك لم ترضاه. وعلى العكس، لو أن أباك وجدك لا تذاكر فصرخ فيك فاعتذرت منه وقلت له: يا أبي أنا أخطأت وعندك حق وسأذاكر كذا، وماذا سيفعل؟ سيأخذك في حضنه ويقول لك: يا بني أنا أفعل ذلك لمصلحتك وأخشى عليك، ويمسح على صدرك بحنان. أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى، لو أنك عند الابتلاء رضيت وقلت: مؤكد أن ما يحدث لسوء من عندي، إذن لأرضين الله عز وجل، وتستغفر وتتقرب إلى الله بشتى أنواع الذكر، وتجاهد نفسك في ترك المعاصي، فإن الله والله سيفرج كربك ويرضى عنك ويرضيك ويحنو عليك حتى يبكيك. الحمد لله انتهينا من تسجيل هذه الحلقة، وبإذن الله في الحلقة القادمة سنبدأ في تسجيل حلقة جديدة بإذن الله، هنبدأ عند صفحة 160. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.